الحمد لله اليوم مدينة الأكادير صبت فيها تبارك الله الشتا، و بيان سور هنا فرحانين بزاف حيت ربي سقانا بالشتا و اللي تنفعوا بها بزاف، و ان شاء الله تدوم علينا بالخير وتكون لينا فايدة. وشحال هادي ما شفنا بحال هاد الأجواء ديال الشتا وعشناها، وتبارك الله الشتا خيط من السماء. وبيان سور جات في هاد الوقيته ديال رمضان انه كان عشنا بعد الايام اللي كانت فيها صراحه الحراره بزاف وكانت شميشه وكان الجو اللي صعيب علينا في الصيام، وصراحه في هاد الجو هذا ما كنحسوش بالصيام، كتجينا بحال الايام العاديه. واه شنو نقول لك، الاحساس هو زوين، يعني كتشوف بلي هاد الاجواء هادو الحمد لله من بعد واحد الجفاف اللي كتعاني منه يعني المملكه المغربيه على مستوى المدن يعني والاقاليم ديالها، يعني حتى النفس كترتاح لهذا الجو هذا، والحمد لله هذا الشيء اللي نقدر نقول. هذا هو الانطباع ديالي الاولي على هذه الاجواء هذه. الحمد لله احنا في واحد الشهر اللي فضيل وكترتاح فيه الروح ديال الانسان المسلم، وكنشوفوا هذه المظاهر هذو الحمد لله في المغرب ديال رمضان. وبالنسبه للجو حتى هو كيكمل هذا الارتياح الروحاني والجسدي في خلال هذا الشهر الفضيل. الاحساس زوين صراحه، الاجواء رائعه، ومع الصيام هذا كتحس براسك الجو زوين صراحه، اجواء رائعه، الفرحه والاجواء زوينه بزاف، خير الله، واللي بغى الله مرحبا، مرحبا باللي بغى الله. اجت هذه الايام الحمد لله بغاتها الوقت، وبنادم كيطالب غير الشتاء، شحال من مره صلينا صلاه الاستسقاء والحمد لله استجب الله الدعاء وجبنا الخير الحمد لله، والشكر لله الحمد لله. اللهم لك الحمد، بعدا كاين ايمي كادو نزار راني يعني يرحم صاص ربي الوقت. اللهم لك الحمد، نحمد ربي نشكر راسك هالجو شوان رمضان ولا وين ونزار ديلان، انصر ربي الملك يعاون ربي، انت تعاون انصر ربي المواطنين تنعاون ربي هي وسند لي غير وسند رمضان يبرد الحال شويه يشوى. اللهم لك الحمد، كون عاون ربي جان بزاف هي واه لي تيميزه راك داخل العجاجه كيسي لا غير كنيس الله داخل يرحم ربي الله، اساس نفرح بزاف بزاف.